بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، طبعا عمر ضربني في امريكا وسحب علي مسدس، كان محشش وكان متعاطي. صفروه على الاردن، زتوه زي الكلب على كبر. انا فوق 60 سنة عمالي، صرت اشتغل، استولى على العمارة وباخذ اجرتها، بحشش فيها وبلعب قمار بيسكر. هذا الولد مد ايده علي والله وضربني. طبعا كنت مريض قلب. الله يغضب عليك يا عمر، الله يغضب عليك يا عمر، الله يغضب عليك يا عمر، ان شاء الله ما بيعيش لك خلفة يا عمر. طبعا يا حبايبي، لما كان سيدنا الخضر وسيدنا موسى في سورة الكهف انذكروا، لما قتل الطفل سيدنا الخضر قال له ليش تقتل الطفل؟ قال له انت ما بتعرف ليش قتلته، بعدين بخبرك. انا والله اني زعلت على هاي القصة. قال له بدي اعرف ليش قتلت الطفل. قال له قتلته لانه راح يجهد بال ابوه وامه، وامه وابوه صالحين. يا الله، طلعوا العبرة لوين. بعدين للعلم، اللي بمد ايده على ابوه وبصوت عليه وبسب عليه شو بكون؟ ابن ايش؟ بدي اشوف الجواب من متابعيني، ابن ايش اللي بمد ايده على ابوه وبصوت على ابوه؟ واللي باقي عندكم، السلام عليكم.